يعني عادة لما أشتري جمبري بخليهم يعطوني الرأس. أنا هاي حبيت الفكرة. لما يعطوني الرأس بقدر أعمل منها مرقة. تسلقيهم. بس تسلقيهم مع بصلة شوية توم وبتعطي هاي نكهة كثير طيبة. ولا أسهل منها عن جد، 5 minutes تنعمل، 5 دقايق. مقلاية حامية بنزيد زيت زيتون وبنقلب الجمبري بسرعة. أيوة. هلأ بنحط رشة ملح وبنزيد التوم المقطع، مش مهروس، مقطع عشان ما ينحرق. بنقلب كمان تقريبة، كمان تقليبة سريعة ناخذ النكهات، وبنزيد شوي شوية فلفل أحمر مجفف إذا بتحبوا أو فلفل أسود. بنزيد شوية بودرة بصل يعطي نكهة طيبة كمان. بنزيد شوية عسل، نص معلقة صغيرة. وآخر إشي إذا متوفر عنا بنزيد صلصة الأويستر اللي هي صلصة المحار، إذا مو متوفر عنا عادي ما في مشكلة. هلأ هون يا إما بنزيد ثلث كوب مي، أو أنا يعني عادة لما أشتري جمبري بخليهم يعطوني الرأس. أنا هاي حبيت الفكرة. لما يعطوني الرأس بقدر أعمل منها مرقة. تسلقيهم. بس تسلقيهم مع بصلة شوية توم وبتعطي هاي نكهة كثير طيبة. بنزيد شوي أو ثلث كوب مي عادي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي أطيب إشي بال شرمب الراس على فكرة، رح تاخد كل النكهات، كل الفليفر هون. فعن جد يعني بشجعكم إذا بتشتروا الجمبري فريش إنه تخلوا الراس، وشغلتها كلها 10 دقايق بس، اسلقوهم وخلوهم بس عندكم. وهلأ آخر حركة مهمة إنه منزيد 30 جرام زبدة باردة، منقطعها لمربعات صغيرة وبتكون باردة. باردة أهم إشي. ليه باردة؟ عشان تعطيني القوام الكريمي. وبتخلطي كثير بسرعة رح يقلب لكريمة. برافو. هاي كثير زاكية، أنا دقتها قبل الهواء بتشهي. يا منزيد رشة بصل أخضر أو بنزيد توم معمر اللي هو تشايبز. توم معمر بالضبط. هذا أنت زرعتي؟ هذا أنا ما زرعته يعني، بس ما كان فيه بالسوق فاضطريت أشتري. اشتري الزرعة. والله فكرة. هذا مش غلط يعني، هلا بتنحط. فرمها فرمة على السريع. ناخذ التوم. ايوه. وناخذ البصل الاخضر. نقدر نزيد اذا بتحبي كمان شويه بصل اخضر. وهيك بيكون تمام التمام. خلصنا. اول شيء بدنا معلقتين كبار زيت زيتون، 500 جرام جمبري مقشر ومنظف، ملح بحري، معلقه صغيره بودره بصل، فلفل احمر حار مجفف، 6 حبات توم مهروس، 1.5 معلقة كبيرة صلصة الأويستر اللي هي صلصة المحار، 0.5 معلقة كبيرة عسل، 3 كوب مرق الجمبري أو مي، 3 معلقة كبار زبدة باردة، ربع كوب توم معمر اختياري، وبنقدر نقدمه مع خبز الفرنسي.